ورجعنا لكم بعد الفاصل. عايزين نشكر الميك اب ارتست رشا عادل على وجودها معانا، احنا استمتعنا بالفقره بتاعتها. دلوقتي بقى معانا خبيره تجميل بقى لها 15 سنه في المجال ده، كل حاجه بقت ليها عندها، بشره، شعر، كل ما يخص البنات تلاقيه عندها. يلا نرحب بالاستاذه ياسمين القعصر. ازيك يا ياسمين؟ اهلا عامله ايه؟ اهلا بيكي. اهلا ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. قولي لي بقى، انت 15 سنه ما شاء الله دخلتي المجال ده ازاي؟ هو انا بحب قوي المجال ده جدا من زمان وانا صغيره، كنت اعمل صحباتي وقرايبي هم اللي شجعوني ان انا افتح المجال ده، لاني هبدع فيه ان شاء الله، هم قالوا لي كده. ما شاء الله، وابدعتي الحمد لله. 15 سنه يعني كده ابدعتي بقى، مش لسه هنبدع. الحمد لله. هم بقى اللي شجعوكي؟ وهم قالوا لي لازم تكوني في المجال دوت، هتبدعي فيه وهتعملي شغل حلو. فابتديت بحاجه صغيره والحمد لله الموضوع بقى كويس معايا جدا. ما شاء الله، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك. قولي لي بقى، انت تخصصاتك ايه؟ بشره وتاني؟ ايوه، وشعر وميك اب بليدنج وكل حاجه خاصه بالتجميل. قولي لي بقى، ايه هو اصلا الميكرو بليدنج؟ الميكرو بليدنج ده تكنيك جديد في مجال التجميل، بقاله حوالي 3-4 سنين بس، شكله جميل جدا، ناتورال، طبيعي جدا، بيتعمل لكل الأعمار، يعني البنات الصغيرة في الجامعة، الناس الكبيرة، الفئة المتوسطة. هي يدوية، عمل يدوي بعبارة عن شكل طبيعي جدا، بيبقى مش اوفر زي التاتو بتاع زمان التقليدي اللي هو للسن الكبير، لا دلوقتي شكله طبيعي، عامل زي ميك اب 3D. تمام. هو اسمه ميجا اب 3D. الشكل بتاع زمان كانوا بيرسموا الحاجه بكده بخط كده من قدام ومره واحده كده وتقيل جدا. هو ده بقى بصراحه ده القديم. ده القديم. احنا دلوقتي بقى ايه، الشعريه هير باي هير كده، صح؟ ايوه كدا؟ شكلها ناتورال وطبيعي جدا، محدش يتخيل انت عامله حاجه. هو بيبقى تظبيط لشكل الحاجب. تمام. شعر بيمشي مع شعر الحاجب. قولي لي بقى، الاداه اللي بتستخدميها علشان تعملي شكل الحاجب ده، يعني مثلا بتبقى ايه؟ بتبقى بابره. اعرف في يعني ناس بتستخدم ابره لازم الواحد ينزل دم من حاجبه. تمام. بيحقنه تقريبا تحت الحاجب، وفي ناس لا. فاهميني انت بتتعاملي ازاي؟ هو بص، حسب البشره الحساسه، في بشره، في ستات كبيره، في ما تستحملش الالم اللي هو المرهم، في بعد ما نحط المرهم بنستخدم ابره تحت الجلد بانك عشان اولا تقدري تخلصي الحواجب في فتره صغيره. تمام. وما تحسش بالالم. انما لما تحطي مرهم فليه افكت وبيفصل على طول، تلاقيكي مش عارفه تكملي وهي حاسه بالالم فبتقعدي فتره طويله. انما ابره البنج انا يمكن بخلص الحاجبين في نص ساعه. تمام. يعني اسرع ما هي كانها بتنظف حواجبها. فالموضوع مسهل عليا الحمد لله. انا اخد فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. عايزين بقى نكمل كلامنا المهم اللي احنا كنا بنقوله ده على الميكرو. قولي لي كده، زمان الخط ده كان بيتعمل اصلا ازاي؟ ايوه، هو في الجهاز التاتو القديم بالكهرباء مش يدوي. ده اللي هو بيختلط بالدم الحبر، عشان في ناس كتيره عاوزه تعرف المعلومه ديت. بيقولوا انهي الحرام وانهي اللي مش حرام. بالظبط. ايوه، برافو عليكي فعلا. هو بصراحه انا مش هقول، هي العملاء بتوعي هم اللي سالوا، لان هما كانوا خايفين من الموضوع دوت، فهم اللي سالوا وجم قالوا لي ان الدايم هو اللي بيبقى فيه حرمانية شويه. تمام. انما المؤقت اللي هو عشان زي الميك اب كده وبيروح بيتحط وبيتشال، فده مش يعني مفهوش مخاطر منه ولا فيه حرمانيه. تمام. التاتو القديم بجهاز تاني غير المايكرو خالص، بالكهرباء، فكان بيقعد مدة طويلة ما بيروحش خالص. وبعد كده بعد فترة لونه بيبهت وبيدي على ألوان الجري والأخضر والأزرق. بالظبط. بيبقاش حلو، تضطري تعيدي كل شوية عليه. عارفة عامل زي ايه؟ زي الدق. هو دق يعتبر. صح. أنا بقى عندي بقى حاجة جديدة أنا بعملها، سألوا فيها ناس كتير قالوا ما ينفعش. تمام. بس أنا فكرت فيها وحاولت فيها لغاية لما وصلت لها، لاني مش هتفضلي طول عمرك عايشه بيه. ورينا بقى خبره ال 15 سنه. أيوة. بقى فبصراحه اخترعت حاجه جديده، ان انا اشلها خالص بدون اللي هو المواد الكيماويه اللي هي القويه اللي بتتعمل، لا حاجه خفيفه جدا، بقدر اخفي القديم واعمل لها مايكو بليدنج شكله طبيعي جدا جديد، واغير لها الرسمه
واللون كمان ما بعملش الاسود ده خالص. الالوان البني بدرجاتها هي اللي ما بتغيرش. هي المدة. هو اصلا بيثبت قد ايه؟ هو المفروض سنتين ونص. ما شاء الله. آه. يعني كتير قوي. اه كلمينا بقى عن الصور دي. هي شوفي شكله طبيعي جدا ازاي. الجهاز نفسه بعباره عن ابر رفيعه قد سمك الشعرية الحاجب بالظبط في شفره محطوطه. فلما بتيجي ترسمي بيديكي، انا بصراحه لما باجي انظف الحاجب لو حبيت انظفه بعد لما برسم ببقاش عارفه الشعريه اللي رسمتها من الشعريه بتاعتها. ما شاء الله. نفس شكل شعريه الحاجب بالظبط كانها طبيعيه. اه وحاجبها اصلا كان بايظ خالص. اه هو بصي بصراحه انا بيعجبني الحاجب لما بيجي خفيف مبيبقاش حواجبها تقيله، بتبقى سهل بالنسبه لي ان ارسم والخطوط تبان اكتر. تمام. غير اللي بيبقى حواجبها تقيله ده برضو. اه ده برضو بس دي حواجب عندها شعر في الحاجب فبيبان ان هو طبيعي اكتر. كمان تقيل شويه فعلا، بيبقى تقيل لان هي عندها شعر تقيل في حواجبها ولونه غامق، ما فيهاش فراغات كتيره. نفس الكلام بيه. اه ده نفس الكلام. لا دي ما عندهاش حواجب خالص تخيلي. والله. اه دي ما عندهاش. وبيبقى شكله اكنه طبيعي. تحفه تحفه. جدا. اه دي ما عندهاش حواجب خالص. خفيفه جدا. ازاي ما عندهاش حواجب خالص؟ اه خفيفه خالص. تمام. من كتر المصححات اللي بيستخدموها. الافاده البودر والقلم. البودر لا، البودر مش ما بيعملش القلم. ايوه ما بيعملش زي القلم. القلم هو اللي بيوقع الشعر الحاجب. انما البودر لا، امن شويه عن القلم. تمام. اوريك الشكل دوت، بيبقى شعر كده في البدايه وهنا بيبقى عكسه. شايفه الشكل ازاي؟ ده ما فيها، ما عندهاش غير الحبه اللي موجودين في الاول بس على فكره. تمام. يعني شايفه الحته الثقيله ديت الغامقه هي ديت الشعر بتاع حواجبها، الباقي رسم الميك اب ليدنج. ده كانه طبيعي. كانه طبيعي جدا بصراحه. بيبقوا مبسوط، بيبقوا جايين قلقانين بعد لما بيخلصوا الجلسه، بيبقوا مبسوطين جدا الحمد لله. شوفي يعني دي حاجبها ازاي. الصوره بتتكلم عن نفسها. شوفي ما فيش خالص ازاي. مفيش خالص. شوفي بيبقى شكله طبيعي ازاي. جميل قوي بصراحه الحمد لله. يعني هم لا. اصلا بعد ما يخلصوا الجلسه بيدعوا لي. اه طبعا ده بيصلوا ركعتين ما شاء الله. لا شوفي هو حلاوته ان هو بيترسم شعر جنب شعر الحاجب فبنكمله وهو مكمل للحاجب فبيخليه شكله ناتورال وطبيعي جدا. حلو جدا جدا جدا. يعني دي برضو حاجبها الى حد ما كويس. سنه بس سنة عاوز تظبيط في الديل في الراس ممكن يكون هو بعيد عنها. بص المقاس هنا بعيد داخل لجوه. صح. فبنحاول نقرب بنفس شكل الشعر. بس لازم اهم حاجه اللون الحبر يكون لون شعر الحاجب. تمام. دي برضو كنت عاملاها. ده مكمل لشعر الحاجب بتاعها، بخليه لونه غامق نفس لون شعر الحاجب بتاعها، ما ينفعش يبقى لونه مختلف. دي حاجبها الى حد ما كويس. يعني دي زي يعني زي الفل زي ما بيقول. هو بيبقى بينملى الفراغات يعتبر بس وعلى نفس شكل الحاجب. لا كان جميل جدا جدا. الميكرو بقى بيثبت على الحاجب، انت قلتي لي فتره سنتين ونص. هل البشره بتاثر على ثباته؟ مثلا لو انا بشرتي دهنيه وبتعرق كتير مثلا او جافه او مختلطه ايا كان، هل بيتاثر ولا ملوش علاقه؟ لا بيتاثر جدا. يعني انا في بشره بشتغل فيها، انا اول لما برسم الرسمه بتثبت على طول معايا. في بشره تانية الدهنيه بس طبعا بعمل شويه ماسكات ليها قبل ما ابتدي معاها عشان تقدر تشرب الحبر. وما بحبش ان هي كل شويه كل فتره صغيره تيجي وتعيد. انا بحب اللي تعمل تبقى مبسوطه ان قاعده ومرتاحه. بالظبط. مرتاحه مش كل شويه عاوزه تعيد. يعني في ناس بيبقى بيخف معاها من 3 شهور 6 شهور بتيجي تعيد كانها عشان بشرتهم. لا بتبقى هو بصراحه هو الميكرو في اي مكان معروف ان هو حاجه خفيفه 3 4 6 شهور بكتير وبتختفي. تمام. انا ما بحبش المبدا ده. انا بحب ان انا اعمل يثبت معاكي مده طويله. سنتين ونص وبديكي الضمان بكده ما شاء الله. بصراحه. وبيجي وبعد سنه ونص هي مبسوطه من شكله فبتيجي تعيد بقى قبل ما يختفي شكل رسمتها. بس كمان سنه ونص فتره كبيره يعني. حلوه مريحه. طبعا. غير ما تكون رايحه كمان 6 شهور هتيجي تعيد الموضوع. 6 شهور فتره قصيره برضه. اكيد طبعا. فبتبقى قلقانه يعني اللي هي. فالحمد لله. يعني الادوات اللي بتستخدميها لعمل الشعرايه والكلام ده على رسم الشعرايه، هل هي مثلا حاجه واحده وبتتطهر ولا الكل بنوته الحاجه بتاعتها؟
لا هي كل بنوته الابره بتاعتها وبخليها تفكها من الورقه بتاعتها عشان نفسها عشان تتاكد. هي تطمن وتتاكد بس في غلطه بتحصل ان في مراكز بيقولوا لها تاخدي الشفره معاكي او الابره بتاعتك وهاتيها معاكي في الريفيل. دي حاجه مش كويسه، المفروض تترمي. اتلوست حتى لو بتاعتها بيبقى فيها الدم فيها طبعا. لا ما ينفعش، هي المفروض تخلص وتترمي. عايزين بقى ندخل على قسم الشعر بقى عندك، قول لنا بقى ايه الروتين كده، روتين بقى تقوله لنا تنصحي بيه البنات للمحافظه على شعرهم. اول حاجه اكتر حاجه غلط بتحصل ان احنا يكون شعرنا مبلول ونلفه ونمشي بيه او نخرج بيه، ده هلاك للشعر. تمام. المفروض اول حاجه حتى بتلاقي في الاوتيلات الاجانب الاستشوار ده اساسي موجود، ينشفوا بيه شعرهم. لازم ينشفوا بيه الشعر، فكيه بقى لميه براحتك، تكون الشعرايه مسكت نفسها. تمام. انما وهي مبلوله بتبقى مهلكه، حتى لو سرحتيها وهي مبلوله بتتقطع معاكي. المفروض ننشف هواء بسيط كده ونشتغل نتعامل مع الشعر. انت بتعملي بروتين وكرياتين ولا بروتين بس؟ لا بروتين وترميم. وترميم، عرفينا بقى ايه البروتين، يعني احنا لحد ما عارفينه، عرفينا ايه الترميم ده. الترميم حاجه حديثه بنتفادى بيها عيوب البروتين، حاجات طبيعيه امنه للحوامل والاطفال، بتبقى فيها مكونات طبيعيه، زبده شيا، زيت الارجان، سيرم معالج، بروتين تغذيه، بوتكس فيلر، التركيبه دي كلها. بس انا بعملها بمقدار حسب الشعريه اللي بشوفها. تمام. يعني الشعريه مثلا ضعيفه احط فيها تركيبه طبيعيه اكتر من الكيميكال. تمام. يعني بكشف على الشعريه الاول، لو قويه يبقى فيها نسبه الفرد اكتر. تمام. عشان تفرد. في ناس بتقلق بقى، بتفتكر الترميم ده ما بيفردش زي البروتين. بالعكس، بيفرد زي البروتين 100% وبيديها نفس النتيجه. بس الشعريه ما بتبقاش واقفه كده محنطه، لا بتبقى خفيفه طريقه بتلمع فيها لمعه بتطير. بيبقى شكله حرير طبيعي اكتر. جميل. في لمعه. السيرم المعالج ده بيدي لمعه رهيبه للشعرايه. زي الازاز، بيلمع زي الازاز. هل الترميم ده ليه اعاده؟ لا، هو بيبقى شعرها مفروض، على فكره شعرها كويس ما بتعملش تاني، هي مره بس في العمر. وبيفضل على طول كده؟ بيفضل على طول مع الكورس اللي هي بتاخده، الافتر كير اللي هي الشامبو البلسم السيرم، برضو بيبقى فيه علاج مع الترميم. هل بتستعيني مثلا بادويه للشعر او حاجه ولا بس شامبوهات؟ لا هي شامبوهات بس والحاجات الطبيعيه، كل ما بتعمل حاجات طبيعيه وشعرها اصلا كويس مش محتاجه فيه فرد قوي. تمام. تستخدم الحاجات الطبيعيه احسن. والافتر كير يكون ما فيهوش لا صوديوم ولا بوتاسيوم ولا سلفات، زي شامبو الاطفال. السلفات ده بيبوظ الشعر. طبعا بيبقى تقيل على الشعر. فطبيعي المفروض نستخدم الحاجات دي زي شامبو الاطفال، امن للشعر خفيف. انت في السنتر عندك بتعملي صبغه ولا بس علاج؟ لا بنعمل صبغه وخصل وكل حاجه. اكيد عارفه ان الصبغه برضو يعني ساعات بتبوظ الشعر. ايوه. ايه الروتين اللي البنات يعملوه علشان يحافظوا على شعرهم بعد الصبغه؟ حمامات الكريم، في ماسكات طبيعيه بتتعمل بتبقى حلوه انا بوجهها ليهم، اللي هي زبده شيا جميله، سيرم معالج للشعر، حاجات طبيعيه انا بعملها برضو بيستخدموها. ايه تاني بالنسبه لايه كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم على الصبغه. ايوه الصبغه، بعد على فكره الصبغه ما فيهاش، الصبغه لما تكون ما فيهاش غسل وتفتيح بتبقى طبيعيه جدا على الشعر. الصبغه لو صبغتي كل شهر ما فيهاش مشكله غير الغسل، التفتيح هو اللي بيأثر على الشعر. التفتيح هو كانوا بيحرق الشعرايه اصلا. هي مره في السنه او مره كل السنه، كل سنتين تعمله. انما الصبغه عادي ما فيهاش مشكله. ما دامك ما فيهاش امونيا عادي بتستخدميها على الشعر. بعد كده حمامات كريم، برضو على فكره اللي كويس للشعر ان انت مش دايما تغسلي بالشامبو على فكره. مره شامبو حمام كريم ومره حمام كريم بس. عايزين بقى نشوف الفيديو الجميل ده. دي صبغه طبعا. تشوفي ازاي ده تفتيح. جميلة جدا. ده تفتيح من تحت. حاجه جديده البنات بتحب تعملها. الجزء اللي تحت قوي. بيبقى فاتح روش كده. ايوه حركه جميل. جديده. بتحس قوي. ان الشعر داخل فيه لونين حلو قوي. لو رفعت شعرها كده وعملته كحكه او ايوه بتبقى مختلفه شعرها. صح. بصي هو ده الترميم. ده الترميم شوفي اللمعان فيه، نسبه اللمعان والطريان فيه قويه جدا.
مخلياه كأنه يعني زي ما بيقولوا كده حرير، يعني ايوه جميل في جدا. لمعان وفي طريان مش واقف زي البروتين. البروتين لوحده البروتين ساعات بيبوظ اصلا. والناس بتقلق منه دلوقتي، بتقول لك كنينه، شعري تساقط منه بعد كده، اتعودت لازم كل شويه اعمله. يعني الترميم لو الجذور بتطلع كويسه ما بتطلعش مكسره قوي زي البروتين. ودي طفله عندك صح؟ اه دي صغيره جدا. بصي عندنا السن ده دايما بيعمل، السن ده دايما بيعمل. فبصراحه هو امن للاطفال والحوامل، واحنا بنتفادى الحاجات المخاطر القديمه، بنفكر في ايه هي المخاطر القديمه وبنتفاداها في الحاجات الحديثه بعد كده. تمام. انا عايزه اقول لك بقى تجربه لي انا شخصيا. انا عملت بروتين. اه لانك معايا بقى في الحلقه فهستشيرك. انا عملت بروتين مثلا ايه من 3 ايام، النهارده مثلا لقيت شعري كله بايظ وطالع لفوق كده، قلت اتحرق، يعني في حاجه غريبه حصلت. ما هي دي المشكله. بس خف الحمد لله. طب الحمد لله. قصيتي طبعا اكيد الاطراف اللي كانت مهلكه. لا ده اتقص خالص الحمد لله، بس طول تاني الحمد لله. الترميم بقى بيطول الشعر بسرعه، بيعالج التساقط، بيعالج الهيشان والتقصيف دايما. اكيد طبعا احسن. اه طبعا. موضوع البروتين بقى عيبه كمان في تكنيك الشغل. درجة حرارة البيبليس المفروض ما تبقاش هي نفسها مع أي شعر تاني، يعني في درجة حرارة عالية تنفع مع الشعر السميك اللي هو المجعد قوي، تبقى درجة حرارة عالية مثلا. أيوة دي عالية. أنا دايما بأكد على الموضوع دوت. إنما لما تكون فتلة شعرك ضعيفة مهلكة ما بستخدمش درجة حرارة عالية. لأن المفروض انا بعالجها مش اذيها بدرجه الحراره. تمام. ما دي من ضمن المفروض المخاطر. بس هم ما بيركزوش في حاجه زي كده. لا المفروض اكشف على الشعر الاول واشوف ايه المبادئ اللي هشتغل عليها. بصراحه الحمد لله زبايني بيجوا بعد سنين شعرهم حاجه تانية خالص. بيجي يعملوا روتس بس الجديده، عمرهم ما بيعيدوا على شعرهم من تحت. هل مثلا في بيبيليس معينه او حاجه بتحبي تستخدميها في شغلك تقوليها كده للبنات يمكن يجيبوها؟ ايوه في انواع كتيره. في بيبليس اللي هي اسمها فيتشي حلوه جدا. في اباظه برضو حلوه. تمام خلاص. اوكي احنا كده بنعمل لهم ايوه خلاص تمام ماشي. البشره بقى عندك ايه بقى؟ ايه الاهتمام بالبشره؟ تنظيف البشره بيبقى عامل ازاي؟ هو اول حاجه المفروض الصن بلوك ده اساس الصبح، بيحمي البشره من اي حاجه الشمس. من الشمس واضرارها. تاني حاجه في تنظيف البشره الحديث دلوقتي في اجهزه اللي هي الست مراحل وفي 8 مراحل وفي 12 إيه مراحل. يعني إيه؟ دي المفروض نعملها مره في الشهر. بتشيل الـ 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 الهالات السوداء. تبقى كذا مرحله، الجهاز بيعمل كذا مرحله في نفس الجلسه. تمام. بتحسي بالفرق ساعتها. ما تحتاجيش تحطي ميك اب او فونديشن وانت ماشيه. انا مش فاهمه كذا مرحله ان هو بيعمل كذا حاجه ولا مثلا بيتعمق في البشره؟ لا هو بيعمل كذا حاجه في وقت واحد. تمام. بيشيل الجلد الميت اللي في البشره اول حاجه. بعد كده بيشيل البذور السوداء من البشره. بعد كده تنعيم البشره، تفتيح البشره، فتح المسام وبيقفلها كمان. لان ما ينفعش ليه تعمل. ليه بنفتح المسام؟ بنفتح المسام عشان الماسكات ديت ونشيل البذور السوداء. فطبيعي لازم افتح المسام. المشكله بقى في اجهزه تنظيف البشره الثانيه اللي كانت قديمه، الاسام بتفضل مفتوحه المسام. فما اتقفلتش، فدي مشكله. اجهزه التنظيف القديمه كانت ايه؟ كانت البخار. البخار فقط. ايوه ما فيش بقى حاجه بتقفل المسام بعد ما بنخلص، فهي دي كانت المشكله. ايوه فالحمد لله كل حاجه بتتحدث بتتطور. صحيح. يعني الكرياتين ده زمان كان في اضراره، انتهى. ابتدينا نعمل حاجه اسمها بروتين، دلوقتي بقى في فيلر وبوتكس وترميم وحاجات كتير. ازاي بقى ما كلمتناش عن الموضوع ده؟ الفيلر والبوتكس. الفيلر هو عباره عن بيدي فوليوم للشعره. البوتكس بيدي لمعان وفرد. فوليوم يعني كانه تقيل. بيديها تقيل مع ان شعرها بيبقى خفيف جدا، تخرج مديها فوليوم من نعومته وطريانه، وبيدي بينفش الشعرايه شويه. تمام. فانا عشان كده بقول لك الترميم حلو لان فيه كل المكونات ديت، البوتكس، الفيلر، الحاجات الطبيعيه. الحمد لله اتوصلنا للترميم ده، هو ماشي مع الناس. لا كلها. جميل جدا، يعني ما شاء الله باللي انت بتقوليه ده ما شاء الله، يعني شامل كل حاجه. ايوه شامل كل حاجه. واحنا بنحط بكميات حسب الشعر اللي جالي. ده مهلك او ده فيه تقصيفه اكتر، ده خفيف، ده ضعيف، ده بيتساقط. بنقدر نوازن الحاجات اللي بتركيبها اللي احنا بنركبها. لو رجعنا بقى تاني للبشره وتنظيفها، بشوف كتير مراكز تجميل بتحب تعمل شيفنج للشعر بتاع الوش،
قبل ما تعمل الماسكات بتاعتها والتنظيف بتاعها، هل ده صحيح؟ انا بحس انه غلط. لا طبعا ده خطير جدا. الشيفنج دوت بيشيل الطبقه الاولانيه جدا من الجلد اللي هي بتحميك اللي فيها دهون، حاجه مش كويسه على فكره. احنا جبناها ولما شفنا اول مخاطر ليها وقفناها على طول. في حاجات حديثه بتنزل كده مش لكل الناس، هي يمكن تنفع للبشره الدهنيه قوي، دي تستخدم كل شهرين ثلاثه هي، تمام. انما مش دايما. في ناس يعني بتستخدم الحاجات دي وبتعمل اضرار جامده ليها. ده ممكن كل اسبوع. لا غلط جدا. غلط. طب بالنسبه لنمو الشعرايه، ساعات بحس ان يعني عن تجربه يعني ناس صحابي وكده، كان الشعرايه كانها يعني المجدره التقيله دي زي الراجل في الوش. في الوش من الشيفنج. ايوه من الشيفنج، واولا بيبقى عدم استخدام اللي هي المتخصصه اللي عملت لها، ما شالتلهاش من الجدر، بتقطع الشعرايه، بتخليها شالت نصها وسابت نصها في الجدر، بتطلع بسرعه، تطلع بسرعه وفي نفس الوقت تطلع تحت الجلد، فاهماني؟ الجسم بقى لما بيطلع فيه الشعر كده بنعمل حاجه جديده في الـ في الـ في الشعر، لما بنيجي نشيله بنفتح المسام بالحمام المغربي، تخش الساونا يفتح المسام يتشيل من الجدر، بنعالج بقى اللي هو اللي تحت الجلد. بنعالج اللي تحت الجلد، بنفتح المسام عشان لما تعمل يختفي تدريجيا وما يجيش تحت الجلد تاني. في فيديوهات كتير على اليوتيوب او على السوشيال ميديا عامه بينصحوا البنات، او مثلا لو بيعملوا مقارنات مثلا بين الحاجات اللي المفروض نعملها والحاجات اللي مش المفروض نعملها، بينصحوا البنات ان هم اسبوعيا يعملوا الشيفينج. طب ليه بقى؟ لا ده حاجه خطيره جدا، بيضرهم طبعا، مش كويس خالص. بالعكس، استخدام الحاجات اللي هي التقليديه بتاعتنا بتاعت زمان هي طبعا اللي صح. الحاجات الحديثه يمكن بتضرنا، ويمكن المفروض نسيبها نشوف اختارها، ولما نلاقيها مش كويسه يعني البيبي جلو. نزل دعايه كبيره على البيبي جلو للبشره، انا بدرس الموضوع الاول واشوفه فعلا كويس ولا لا، واجربه كذا مره في حد قريب مني. تمام. قبل ما استخدمه للعملاء عندي لقيت فيه مخاطر بوجه الناس. تمام. خلي بالكم الحاجات دي مش كويسه. مش كل حاجه حديثه استخدمها على طول. صح. ادرسها الاول اشوف اذا كانت هتناسب لي ولا لا. بالنسبه للفيديوهات اللي كنت بكلمك عليها، في بنات كتير ممكن تشوف حاجه زي كده يلا تقلد او تعمل، تعرف منين او تنتبه ازاي ان الحاجه دي ممكن تكون غلط عليها؟ تقرا عليها كويس وتشوف دي مناسبه لبشرتها بس ما تجربهاش. ما تجربهاش. انا واحده من الناس عملت حاجه خطا. يعني لقيت كاتبين، حبيت في البيت كده اجرب في النت، موز والبيض جربيه على شعرك، والله بروتين طبيعي، وتكون لما الموزه قديمه خالص. تمام. انا شفت حاجه زي كده عملتها. ده خطا مني، ما قريتش كويس ان دي للشعر الدهني. انا شعري جاف، استخدمته طلع قعد 3 شهور اطلع منه النشفان اللي فيه من بعد الكورس اللي عملته، ما عرفتش. يعني دي تجربه انا عملتها. طب اقول لك على حاجه برضو خاصه بيه بموضوع الموز ده، ومامتي بقى هي اللي انقذتني. انا ايه، كنا جايبين موز وبتاع وقعدنا بقى ناكل وبتاع، فشلت بقى كل القشر وانا متفرجه باين على نفس الفيديو بتاعك. تمام. ماما راحت رميه، قالت لي ايه الكلام الفاضي ده، راحت رميه. لازم الواحد يعرف ايه المناسب لبشرته، بشرتك ايه الاول. يعني انا انقذت نفسي. طبعا انت انقذتني. لا النت فيه حاجات كتيره جدا، وكل شويه حاجات بتتعمل. صح. المفروض اشوفها مناسبه ليا ولا الاول. تمام. شعري جاف ولا دهني، هيناسبه ولا لا، بشرتي جافه ولا دهنيه. وما اتعاملش كده على طول، ادرس الموضوع الاول قبل ما اجازف بيه. قولي لي بقى، بتعالج ازاي الحبوب؟ مش هنتكلم في الحبوب البسيطه، الحبوب يعني اللي هي الكبيره. والندبات لو تعويره او حاجه في وش البنوته مثلا واضحه، بتعالجيها ازاي عندك؟ اول حاجه الحبوب ديت بالذات في السن الصغير دوت لما بيبلغ بتبقى عنده حبوب كتيره ظهرت في بشرته. عايزه اقول لك اللي هو ماسك طبيعي جدا استخدمتيه هيبقى ساحر. تمام. لبن النيد وميه الورد بس هتستخدميه مرتين في الاسبوع وتسيبيه على بشرتك وبيتقشر كده بس، وبعد كده بميه ورد بس كده بيختفي. يعني اسبوعين ثلاثه بتلاقي الموضوع هدي معاكي واختلف تماما. ده سهل جدا اصلا، ده ساعات بيجيبوا مراهم.
لا لا، ده لما تكون بشرتها اوفر قوي لازم تجيب مراهم مضاد حيوي طبعا مع الحاجات الطبيعيه ديت، بتبقى مفيده جدا. قوليلي بقى ايه الروتين بتاع تنظيف كل بشره؟ عندك كام بشره مثلا؟ هنقول ثلاثه في المختلطه الدهنيه الجافه. هم ثلاثه. ثلاثه اوكي. ايه الروتين بقى اللي بتمشي بيه على كله؟ هو الحاجات اللي تستخدميها في البيت ولا عندنا في المركز؟ نقول كده وكده. في البيت دايما ميه ورد جميله جدا للبشره الدهنيه. تمام. الجافه لا، الجافه تنشف معاكي مع ميه الورد. الكريمات المرطبه مع البشره الجافه. المختلطه ديت بنحط بقى الاثنين، المرطب في الجاف والدهني نحط فيه ميه ورد. تمام. صن بلوك ده مهم جدا للبشره. تمام. من الشمس وكده بس. اللبن نيدو ميه ورد ده جميل جدا للبشره الدهنيه. خلاص ده انا هروح اعمله على طول. بس انت بشرتك جميله. طب انا بشرتي نوع ايه؟ طب انت عارفه ياسمين انا ما اعرفش نوع بشرتي ايه. لا بصي، هي ولا دهنيه ولا جافه. مختلطه؟ لا مش مختلطه برضو. يعني طبيعيه. طبيعية. يعني لا جافه قوي ولا دهنيه قوي، الطبيعيه. الحمد لله. اللي مش محتاجه ان انت تلعبي فيها. الحمد لله. لان لو استخدمت لها حاجات كتير لعبتي فيها ممكن تتعبي معاها. صح صح صح. تسيبيها بطبيعتها احسن. طب احنا كده بقى قلنا الوصفات الطبيعيه اللي في البيت، عايزين نشوف بقى في السنتر عندك بتتعاملي ازاي معاهم. هو في ماسكات السكراب ده حلو جدا. بنحطه ده بيشيل الجلد الميت من البشره. بيبقى بالفواكه. الطمي المغربي. تمام. بتستخدمي للبشره حلو جدا، البشره الجافه بينعم البشره جدا ويديها لمعان. ده للجسم برضو بنحطه. الماسك الذهبي حلو قوي، بينعم البشره ويديها. ماسك ذهبي حتى بيتقشر او اللي هو بتحطيه لمده 10 دقائق بالبخار وبتشيليه بميه الورد. بيخلي لمعان للبشره وترطيب رهيب. تمام. في ماسك الحليب بيعجبني جدا، بيفتح البشره. انت عارفه لو كل يوم بالليل يوم بعد يوم اخدت الماسكات ديت عندك في البيت بعد بقى مجهود طول اليوم استخدمتيها، مش هتحتاجي تحطي ميك اب الصبح. هتخلي البشره كانها طبيعيه زي البيبي كده. ايوه زي البيبي الصبح. بس مش غلط؟ لا مش كل غلط. كل يوم مش غلط؟ لا يوم بعد يوم. السكراب هيطلع لك الدهون اللي طول النهار وانت خارجه بيها. ميه ورد للبشره الدهنيه بالليل تحطها. تمام. حتى القدم المفروض الحاجات دي تستخدميها. ترطيب ده عاده بالليل هيفرق جدا. الجسم بيبقى ما فيهوش ميه. تمام. فبيحتاج الحاجات المرطبه اللي تطري معاه مع شرب الميه ده كويس جدا اكيد للبشره. والفواكه برضو، في ناس الفواكه جميله جدا. خضار. الخضار فعلا. الجرجير ده مهم جدا للبشره وللشعر. حلو جدا للشعر. بحب استخدمه قوي. الحاجات الطبيعيه طبعا مهمه جدا. دلوقتي في ماسكات جديده نازله حديثه للشعر، طبعا انا هقولها لك هتستغربي منها. ومراكز كبيره كلنا بنبتدينا نعملها. زيوت بالجاز. زيوت بتحط عليها جاز. بالجاز. الجاز الابيض للبشره للشعر. للشعر. ما انا قلت لا للشعر. للشعر. في معادلة، لأن الجاز بيدي لمعان وبيجفف الشعرية من الدهون. بنحط زيوت معاها فبتبقى معادلة مع بعض، طريان ولمعان للشعر. فاكرة الجاز كان زمان بيستخدم، كان بيطول الشعر. صح صح. ويغذيه. دلوقتي بقينا نعمل الكورس ده. وفي كورس علاجي بنعمله على فكرة طبيعي برضو. بيبقى 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام في الأسبوع. بالثوم. ماسكات بالثوم للشعر. بنحط نخاع بالثوم، جرجير بالثوم، صبار بالثوم، ثوم طبيعي. دايما يقولوا الثوم والبصل. الثوم ده مهم جدا على فكره للشعر. خلوا الشعر لتنبيت الشعر وتقله على فكره. بنعمله جلسات 3 أيام في الاسبوع. اكيد بقى بيخلي الشعر شعر حاجه ثانيه خالص. اللي هو تساقط والمهلك بيفيدها جامد قوي. ما شاء الله. قولي لنا بقى كده لو عامله اي عرض، احنا في موسم العرايس، عامله اي عرض للعرايس؟ قولي لنا. احنا عاملين عروض حلوه جدا على فكره كل حاجه. طب قولي كده. انا بحب اقلل الاسعار. تمام. وفي نفس الوقت بخامات كويسه مش خامات وحشه. في ناس بتقلل لما بتقللي الاسعار وتعملي عروض. بس انا بجيب العرض دوت عشان العميله لما تيجي بتنبهر بالشغل، تبقى عاوزه تعمل حاجات كتيره مش حاجه واحده. هو ده بقى الفن في العروض. تمام. فعندنا عروض على الحمام المغربي والعرايس، عاملين باكيت حلو جدا.
والبروتين برضو على فكره مايكرو عاملين عروض فيه جميله. تمام. ان شاء الله هتعجبكم باذن ان الله. شاء الله ده كده كل العرايس هتجي لكم ان شاء الله. نورتينا وشرفتينا، انا اتبسطت جدا الفقره بتاعتك الجميله واللذيذه كده، وان شاء الله برضو تيجي تنورينا مره تانية باذن الله. ان شاء الله. متشكره ليكي قوي، ده شرف ليا انا. متشكره ليكي. عفوا على ايه بس. وبكده تكون خلصت النهارده الحلقه بتاعتنا، ونتقابل الحلقه الجايه باذن الله. مع السلامه.